أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. دشنت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المرحلة الأولى من مشروع إعادة إعمار المنازل المتضررة في المحافظة، ويتضمن المشروع 3 مراحل تشمل حوالي 12 ألف منزل في كافة مديريات عدن، تبدأ المرحلة الأولى من مديرية التواهي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنسلط الضوء من خلاله على تحركات الحكومة والسلطة المحلية لإعادة تطبيع الحياة في عدن والمناطق المحررة. إذن بعد حوالي 2 عامين من التعثر انطلقت عجلة إعادة إعمار العاصمة المؤقتة، وهي خطوة تأتي في سياق متزامن مع توجهات حكومية لاستعادة دور مؤسسات وأجهزة الدولة في عدن والمناطق المحررة. حركة إعمار وإعادة تأهيل لافتة تشهدها عدن مؤخرا تشير إلى مرحلة مختلفة من عمر المدينة التي بقيت فترة ما بعد الحرب رهينة التجاذبات السياسية التي كادت في لحظة ما أن تسقطها في جولة جديدة من الاحتراب، وهو ما يدفع بعض المراقبين إلى القول أن عدن قد عبرت مرحلة الخطر وانتقلت إلى مرحلة الاستقرار الجزئي الذي يسمح بإعادة تطبيع الحياة وتحقيق الاستقرار فيها. مشاهدينا سنبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير. هل تخرج عدن من دوامة التجاذبات السياسية إلى مربع الاستقرار الممهد لإعادة الحياة إلى مدينة دمرتها الحرب وشوهت معالمها؟ يقول البعض إن أوان ذلك قد بدأ، وإن حركة إعادة ترميم ما خلفت الحرب على جسد المدينة تمضي الآن بوتيرة أفضل من السابق. حركة لافتة في العاصمة المؤقتة عدن لإعادة الحياة للمدينة التي خرجت قبل 2 عامين من حرب مدمرة لم تنتهي فصولها بعد. فيما تبدو السلطة المحلية الحالية وهي تسابق الزمن مع الحكومة في عملية استعادة الحياة إلى مدينة انتظرت كثيرا للبدء في رفع مظاهر الحرب وإصلاح ما دمرته. قبل يومين ظهر محافظ المحافظة عبد العزيز المفلحي إلى جوار رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر فيما يمكن اعتباره تدشينا لمرحلة إعادة البناء. وخلال الأيام الماضية تم إعلان تدشين عدد من المشاريع بينها إصلاح عدد من شوارع المدينة وإعادة تأهيلها وتوسعة محطة المنصورة الكهربائية ب60 ميجاوات لمواجهة احتياجات المدينة من الكهرباء، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في العام القادم. وفيما تتحدث تقارير صحفية عن البدء في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب بترميم وإعادة بناء ما يقارب 12 ألف منزل في مختلف مديريات عدن، قام رئيس الوزراء بافتتاح مبنى المجمع القضائي مترئسا اجتماعا موسعا بالهيئة العليا للقضاء لمناقشة آلية تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة في عدن وجميع المحافظات المحررة، وهي إشارة واضحة الدلالة على توجهات الحكومة نحو استعادة عمل المؤسسات الرسمية وتطبيع الأوضاع في هذه المناطق. مؤشرة كلها تقول أن عدن تجاوزت مرحلة التجاذبات السياسية التي عرقلت عودة الحياة إلى المدينة، ولكن تبقى المخاوف قائمة من أن تعود الحسابات السياسية في لحظة ما لتعرقل هذه الخطوات وتعيد المدينة إلى نقطة الصفر التي بقيت فيها لأكثر من 2 عامين. نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بالسكرتير الصحفي لرئيس الوزراء سينضم إلينا من عدن السيد غمدان الشريف. سيد غمدان مساء الخير. مساء النور أخي العزيز. أهلا بك سيد غمدان. أعلن اليوم في العاصمة المؤقتة عدن المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار، ما هي تفاصيل هذا المشروع؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحب أكد على ما جاء في التقرير بياناتكم الموقرة بإعادة إعمار عدن وإعادة بناء ما تم تدميره من قبل ميليشيات الإنقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وهذه هي رؤية الحكومة منذ قدومها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتحرير هذه المحافظة والعاصمة المؤقتة لليمن. وكان اللبنة الأولى هي نقل البنك المركزي إلى عدن وإعادة تفعيل هذه المؤسسات. نحن اليوم الحمد لله هو أعلم رئيس الوزراء عن إعمار عدن ستبدأ هذه المرحلة من خلال إعادة البيوت المتضررة. طبعا إعادة إعمار عدن هي بدأت قبل 6 شهور من خلال وضع حجر أساس الطرقات ومن ضمنها المطار الذي يتم العمل الآن للمدرج، وكذلك البوابة، وأكثر بالمشروع يتم، وكذلك في على مستوى الخدمات. أما بالنسبة لمشروع إعادة الإعمار فهناك فالحكومة رصدت أكثر من 5 مليار ريال من ضمنها 2 مليون دولار من صندوق الإنماء الكويتي. نعم. وستبدأ في من التواهي و
احياء في كريتر وهي البيوت الاكثر تضررا، وسيبدا العمل فيها، لان هناك مرحله ثانيه ومرحله ثالثه، واعتقد المرحله الثالثه نحن بحاجه الى الدعم الدولي والمانحين وكذلك دعم الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي. نعم. وبالنسبه للبيوت تم اليوم توقيع هذه الاتفاقيه وسيتم العمل فيها بها ابتداء من يوم الغد. هناك بتزامن مع هذه الاعمال هناك بتمويل حكومي تم زفزفه عدد من الشوارع الداخليه لاحياء مدينه عدن، هناك مشروع استراتيجي وهو مشروع الخط البحري سابقا طريق الملك سلمان حاليا، وكذلك اكثر من مشروع. نعم سيد غمدان، ايضا ترافق هذا الاعلان مع ايضا ما تشهده المدينه مؤخرا من تحركات ملحوظه لاعاده تاهيل وبناء ايضا الكثير من المؤسسات، هل يمكن القول ان عمليه اعاده الاعمار ستكون شامله وعلى اكثر من مستوى؟ رئيس الوزراء اعلن اليوم اعاده الاعمار في جميع المحافظات المحرره، ووجه محافظي المحافظات بتوقيع اتفاقيات وتفاهم البدء بهذا اعاده الاعمار، يشمل ذلك بيوت المتضررين وكذلك المباني الحكوميه، ونحن في عدن لدينا 28 منشاه حكوميه يتم تجهيزها بما فيها مؤسسات الدوله. هناك خطه ورؤيه لدى الحكومه ودعمتها بالمال، وهذه تاتي وفقا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهوريه. نعم. الذي جعل عدن والمحافظات المحرره نصب عينيه، وهو اليوم الحمد لله تتحرك عجله التنميه في اكثر من مستوى. اليوم عدن تشهد نهضه، يمكن اقدر اقول ان عدن اليوم ورشه عمل لم تشهدها من قبل حتى الحرب، من قبل اكثر من بعد عام 90 انحرمت عدن من المشاريع التنمويه، وهي اليوم تشهد ذلك على مستوى مشاريع في المنطقة الحرة. نعم. على مستوى المطار، وهي مشاريع وعلى مستوى صالات ملاعب مدينة الرياضية تشهدها عدن في الأيام القادمة، هي تنمية حقيقية للعاصمة المؤقتة عدن، وما يليق بها أن تكون عاصمة تستقبل كل اليمنيين. نعم. لكن هنا سيد غمدان، هذا التوجه من قبل الحكومة في عملية إعادة الإعمار، نحن أيضا نعرف أن الحكومة حتى الآن لم تستعد بعد عمليات الإنتاج من القطاعات النفطية، من يمول هذه الخطة وما هو دور التحالف في هذا المجال؟ أخي العزيز، مثل ما ذكرت لك هناك 2 مليون دولار من صندوق الإنماء الكويتي التي تم رصدها، والحكومة رصدت 5 مليار ريال. الحكومة لديها سياسة عملتها ورؤية واضحة اتخذها الدكتور أحمد عبيد بن نغر مع أعضاء الحكومة وأقرتها في مجلس الوزراء، وهي أولويات الحكومة، وهي تسير في ضوها. لدينا المرتبات، الخدمات الأساسية، كذلك أعداد المشاريع الموجودة. الحكومة اتخذت هذه الأمور وهي ترشيد الإيرادات التي تصل إلينا، وهي التي محدودة في ذلك الحد منها، وتسخير جزء منها لصالح هذه المشاريع الهامة والاستراتيجية. ومثل ما ذكرت إن لدينا موارد ضعيفة بالنسبة للتحالف والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هي تقدم الدعم المباشر من خلال تنفيذ أعمال وليس من خلال مبالغ نقدية تقدمها للحكومة. المشاريع التي تقدمها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية هي تتم تنفيذها على الأرض وعلى الواقع وعبر اللجنة العليا للإغاثة، ونحن عبر اللجنة العليا نقوم بالعملية الإشرافية. ومثل ما ذكرت لكم قاموا بتأهيل محطة المخا وبناء عدد من المساكن، وكذلك لديهم مشاريع تنموية داخل العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك عن طريق المركز الملك سلمان ولجنة الإغاثة الكويتية. نعم. هناك عمل يقومون به الأشقاء مشكورين فيه، ولكنهم يقومون به بمشاريع ينفذونها هم بأنفسهم وليس لديها عائدات مالية لدى الحكومة. الحكومة تقوم بعمل تنفيذ عدد من المشاريع وبحسب الإيرادات التي تصنع والنفقات التي اتخذتها الحكومة، ومن أولوياتها أنها تبدأ بعجلة التنمية في العاصمة المؤقتة عدن، ومن ثم إلى المحافظات الأخرى. اليوم تم افتتاح الكلية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك
وضع حجر الأساس رئيس الجمهورية في كلية الشرطة في محافظة حضرموت مشروعين هامين لم تكون موجودين منذ عام 90. تم توقيف هذه الكليتين، هما اليوم يتم افتتاحهم وإعادتهم. اللي أقصده هنا إن عدن العاصمة المؤقتة تشهد نخبة تنموية لم يسبق لها. نعم، أيضا اليوم رئيس الوزراء افتتح المجمع القضائي وأيضا التقى بالمجلس الأعلى للقضاء، هل سيتبع هذا إعادة تفعيل للجهاز القضائي في المناطق المحررة؟ توجيه رئيس الوزراء اليوم كان واضحا وصريحا، الضرب بيد من حديد لكل من يتسول له نفسه أن يزعزع أمن واستقرار المواطن. رئيس الوزراء وجه اليوم بالبت في جميع قضايا الموظفين ومن الموظفين ومحاسبة المتهمين وإطلاق سراح الأبرياء ولا تجاوز في ذلك، وكانت هذه وكذلك تفعيل أقسام الشرطة والنيابة والبحث والتحري. والحمد لله مضوا خطوات إيجابية، اليوم في الأمن في عدن تحسن مما كان عليه قبل عام، كل يوم نلاحظ تطورا وتحسنا في هذه الأجهزة المنظومة القضائية المستقلة التي يجب أن يعاد لها هيبتها ويعاد لها دورها التي انحرمت من طيلة الأعوام الماضية. القضاء اليوم مستقل، المبنى سيتم العمل فيه وسيتم من خلاله يعني توسعة فترة الدوام ليشمل القطاعات الأخرى وإعادة المحاكم كاملة منها المحكمة الاستئناف والمحكمة الكبرى. لذلك نحن نقدر نقول اليوم أن عدن العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات المحررة ستخطو خطى ثابتة في تفعيل أقسام الشرطة والنيابات العامة. نعم. ولن يكون لدينا لكن هو ايضا هنا سيد غمدان، هذا مرتبط ايضا باعاده تفعيل الجهاز الامني، فكيف سيتم التعامل مع هذا الملف خصوصا اذا ما عرفنا ان الجهاز الامني ما يزال يشهد الكثير من الاختلالات وعدم سيطره الحكومه عليه؟ اخي عزيز، في هذا السياق وتزامنا مع ذلك لم تغب هذه الرؤيه عن دوله رئيس الوزراء، وتم الاتفاق مع قوات التحالف العربي بإنشاء غرفة عمليات، وهي التي وجه فيها فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء غرفة عمليات مشتركة، وبجهود بذلها دولة رئيس الوزراء تم تفعيل هذه الغرفة وإنشاء غرفة عمليات مشتركة للأمن وكذلك للجيش وإنشاء مركز إعلامي خاص فيها وترتبط بالجهاز وسوف ترتبط بجميع أقسام الشرطة، وسيكون هناك أمن واحد داخل العاصمة المؤقتة عدن يتبعها خطوات متتالية في هذا الإطار. ولكن مثل ما قلت لك وأكد لك أن هناك غرفة عمليات مشتركة للأمن وكذلك غرفة أخرى للجيش، وسيكون مرتبط بذلك مركز إعلامي خاص فيهم في غرفتين. نعم، إذن أشكرك جزيلا السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء سيد غمدان الشريف. سينضم إلينا أيضا الآن من عدن الصحفي فؤاد مسعد. سيد فؤاد مساء الخير. سيد فؤاد هل تسمعني؟ إذن فقدنا الاتصال بالسيد فؤاد. إذن يعني اليوم خطوات يعني متسارعة تشهدها المدينة عدن في مجال تطبيع الحياة وإعادة الإعمار، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وأيضا وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك ومحافظ المحافظة دشنوا المرحلة الأولى من مرحلة إعادة الإعمار والتي يعني بتكلفة قد تصل إلى 20 مليار ريال يمني و750 مليون، وستستهدف حوالي 12 ألف منزل في كافة المديريات في العاصمة المؤقتة عدن. يبدو أن الصحفي فؤاد مسعد عاد إلينا الآن من عدن. سيد فؤاد مساء الخير. مرحبا، مساء النور. أهلا بك سيد فؤاد. يعني تحركات لافتة تشهدها عدن من قبل السلطة المحلية والحكومة على صعيد إعادة إعمار العاصمة المؤقتة وأيضا تأهيل مؤسساتها، هل يبدو أثر هذه التحركات واضحا؟ مرحبا. في الحقيقة أن هذه التحركات التي يعني تكللت اليوم
تدشين إعادة إعمار عدن وللمراحل الثلاثة التي أعلنت عنها الحكومة، يعني جاءت بعد حركة دؤوبة ونشيطة خلال الأسابيع القليلة الماضية في مجال إعادة تفعيل وتوفير الخدمات وأهم خدمة الكهرباء. أيضا هناك يعني نشاط ملموس في كثير من المرافق والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى أن يعني رئاسة الوزراء ممثلة بالدكتور أحمد عبيد بن تغر يعني أسهمت في حلحلة كثير من المسائل التي أظلت عالة خلال الفترة الماضية ومنذ تحرير المدينة. هذه المسائل التي حصل لها تحرك إيجابي أثمرت إلى يعني استقرار ملحوظ. هذا الاستقرار هو الذي هيئ الظروف للبدء في إعادة الإعمار، وهي خطوة تأخرت كثيرا بالنظر إلى أن المدينة تحررت قبل قرابة عامين، بالإضافة إلى أن هناك يعني أعباء ظلت يعني تتراكم على الحكومة نتيجة اعتبار أن عدن هي العاصمة المؤقتة، وكان بالتالي أن يتم الاهتمام بها أكثر. ومن هذه الاعتبارات جاءت هذا الحركة الدؤوبة في ما يتعلق بإعادة الإعمار وأيضا امتداد لمسألة توفير الخدمات. هذا يعني يرتبط بالاستقرار الأمني الذي عملت الحكومة عبر أجهزة أمنية مختلفة خلال الفترة الماضية على ترسيخ الأمن والاستقرار، وهي يعني المهمة التي أخذت كثير من لكن بالنظر إلى هذه التحركات سيد فؤاد والسلطة المحلية. نعم، لكن بالنظر إلى هذه التحركات هل يمكن القول أن عدن قد تجاوزت أزمة المجلس السياسي؟ المجلس السياسي يعني بالنظر لظروفه وبالنظر يعني للإطار الزمني الذي جاء فيه باعتقادي أنه سيظل قائم، لكن في حدود تحركاته وفي حدود أهدافه ومنطلقاته. يعني الحركة اليوم التي يعني تنشط فيها الحكومة وأجهزة السلطة المحلية لا تعني المجلس السياسي في شيء بقدر ما هي تعبير عن التئام أجهزة السلطة المركزية مع أجهزة السلطة المحلية، ومن هذا التناغم وهذا التناسق ظهرت هذه الحركة الإيجابية في مسألة تطبيع الأوضاع. أما المجلس السياسي فهو يعني مرتبط كما هو معروف بمكونات الحراك الجنوبي وهي مستمرة منذ سنوات، توجد عدد من هذه المكونات. أيضا سيظل المجلس يضغط لكن في حدود أو في إطار يسمح له حسب ظروفه وحسب منطلقاته، سواء يعني ما كان مرتبطا منها بالمطالبة بالانفصال أو فك الارتباط أو يعني بالبحث عن أي صيغة للتوافق ويكون فيها الحراك مثلا بعدد من قياداته موجودين ضمن تركيبة السلطة المحلية، لأنه ما ظهر المجلس إلا بعد إزاحة عيدروس الزبيدي وعدد من المحافظين الذين كانوا محسوبين على نفس المكون. نعم، تم الإعلان اليوم أيضا عن بدء إعادة الإعمار في عدن وهي خطوة تأخرت كثيرا، برأيك كيف أثرت التجاذبات السياسية في عدن على تأخير الشروع في عملية إعادة الإعمار في وقت سابق؟ طبعا التجاذبات السياسية هي لا شك أنها أعاقت كثير من الحركة فيما يتعلق يعني بعدن وبإعادة الإعمار وبتطبيع الأوضاع خلال العامين الماضيين، لكن هناك ايضا كانت هناك اعباء ومعوقات اخرى بعيد عن التجاربات السياسيه، منها ما يتعلق بال يعني عدم توفر الامكانيات الماديه اللازمه، ايضا عدم يعني التزام اي جهه مانحه في مساله تمويل وتامين هذه المبالغ الكبيره التي تحتاجها السلطه والحكومه لاعاده الاعمار، بالاضافه الى ان هناك كانت اعباء يعني تسبق من حيث الأهمية على إعادة الإعمار والتي تمثلت يعني في مسألة تأمين الكهرباء التي أخذت كثير من الجهد وكثير من المبالغ، خصوصا مع الأزمات المتلاحقة في الديزل وفي البترول. هذه يعني لا شك أنها أسهمت، بالإضافة إلى التجاذبات السياسية والاختلافات التي
كانت تنشب سواء بين أجهزة الحكومة المركزية والمحلية أو بين يعني أكثر من مكون سياسي وأكثر من مشروع سياسي، تحاول يعني كل طرف أن يجير هذا الأداء لصالحه. لكن نعم. التناسق اليوم القائم بين السلطة المحلية في قطاع المحافظة والحكومة ممثلة بالوزراء ورئاسة الوزراء حلقت هذا الحراك الإيجابي والحراك الذي بدأت المدينة تلمسه من خلال توفير الخدمات ومن خلال أيضا أهم خطوة وهي إعادة أو الإعلان عن بدء إعادة الإعمار، والنتيجة نعم. تشمل ثلاث مراحل لتصل إلى جميع مديريات المحافظة. نعم سيد فؤاد، السؤال أيضا هنا، هل يمكن أن تعود الأزمة السياسية لتوقف هذه اللحظة، خصوصا وأننا لم نرى نهاية واضحة لهذه الأزمة؟ أنا ذكرت لك أن ما يتعلق بالمجلس السياسي ومحاولة منازعته السلطة القائمة ستظل موجودة، لكن ما حصل خلال الفترة القليلة الماضية أن يعني وجدت أرضية مشتركة بين الحكومة الشرعية مع يعني القوات أو قيادة المسؤولين الإماراتيين الذين يعني يتهمون من أطراف في الحكومة بأنهم يدعمون هذا المجلس. التفاهمات بين الحكومة وممثل الإمارات هي التي هيئت السبل وخلقت ظروف مواتية لهذه الحركة وإعادة واستمرار عجلة التنمية، لكن المجلس السياسي سيبقى يعني موجودا. الاحتقان ممكن ان يعود، لكن لا ننسى ايضا انه من ضمن الاهداف التي اعلن عنها المجلس السياسي هو اداره شؤون المناطق الجنوبيه، وهذا يعني قد يحدث صدام ما بين مهام الحكومه وايضا ما يتحدث عنه المجلس. المجلس السياسي عندما اعلن في يعني بعد اقاله الزبيدي في 11 مايو قال انه يعني وفقا لاعلان تشكيله انه سيقوم باداره وتمثيل الجنوب، وهذه العباره هي التي خلقت كثير من الارباك ومن القلق بانه يمكن ان ينزع السلطه سواء السلطه المحليه او السلطه المركزيه في القيام بواجبها والقيام بوظيفتها. لكن ما حدث لاحقا يعني لم يكن في نفس الاتجاه. بيانات تاليه للمجلس ذكر فيها انه يعترف ويدعم شرعية الرئيس هادي، وهذا أيضا يعني يلغي مسألة أنه سيقوم بإدارة الجنوب ما دام يعترف بالإدارة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي، وبالتالي فإن دوره سيكون عقب اعتراف بهذه الشرعية، أنه خصوصا أنه لا يزال كثير من يعني بعض أعضاء المجلس لا يزالوا محافظين وبعضهم لا يزالوا وزراء، وبالتالي يمكن العمل على قاعدة مشتركة في ما يتعلق سواء في الخدمات في عدن أو على مستوى جميع المحافظات المحررة، يمكن البناء على قاعدة من التفاهم وعمل يمكن أن يكون منسق وكثير من التناغم يمكن البناء عليها، لكن هذا لا يعني أنه تم حل الإشكال السياسي القائم. نعم إذن أشكرك جزيلا الصحفي فؤاد مسعد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر أيضا ضيفي الآخر السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السيد غمدان الشريف، وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله.